السيسي يشارك غدا في المؤتمر الشهري الثالث للشباب في الإسماعيلية. خروج الدفعة السادسة من المسلحين وعوائلهم من حي الوعر السوري. هولندا يدعو الفرنسيين إلى انتخاب إيمانويل ماكرون في جولة الإعادة. نشرة السادسة مساء بتوقيت القاهرة من أون لايف، أهلا بكم مشاهدي الكرام. إلى تفاصيل هذه الجولة، وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى القاهرة عقب زيارة للمملكة العربية السعودية، عقد خلالها جلسة مباحثات مشتركة مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وبحضور وفداء البلدين، وقد تركزت تلك المباحثات على قضايا الساحة الإقليمية ومكافحة الإرهاب. توجهت وسائل الإعلام العربية والعالمية إلى نقل ما جاء خلال القمة المصرية السعودية التي عقدت بالرياض بلقاء الرئيس السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي وصف بالهام نظرا للتحديات التي تواجهها المنطقة العربية. اللقاءات المتعددة التي جمعت الرئيس السيسي والعاهل السعودي طالما كانت نواة انطلقت منها حلول للأزمات التي تعصف بعدد من الدول العربية، لا سيما فيما يتعلق بالملف السوري والأزمة اليمنية والأوضاع في ليبيا، إضافة إلى ملف مكافحة الإرهاب. المباحثات التي عقدت على هامش زيارة الرئيس السيسي إلى السعودية تضمنت استعراض عدد من الملفات الإقليمية، حيث اتفق الزعيمان على أهمية تعزيز التعاون والتضامن العربي للوقوف صفا واحدا أمام التحديات التي تواجهها الأمة العربية، بما يساهم في استعادة الأمن والاستقرار بدول طالما أنهكتها الأزمات. ملف مكافحة الإرهاب كان حاضرا وبقوة على طاولة المباحثات المصرية السعودية في الرياض، حيث اتفق الجانبان على أن المرحلة الراهنة والواقع الذي تعيشه المنطقة العربية يستوجبان صياغة استراتيجية متكاملة لمواجهة هذه الآفة التي باتت تهدد العالم بأسره وتستهدف بث الفرقة والانقسام بين الأشقاء. المراقبون للمشهد يؤكدون أن هذه القمة التي ضمت جناحي الأمة العربية إنما تعكس طبيعة العلاقات الثنائية التي تربط مصر والمملكة العربية السعودية، التي طالما اتسمت بالقوة والاستمرارية نظرا للقوة والمكانة التي تحتلها كلا البلدين. اهتمت الصحف الصادرة في المملكة العربية السعودية بزيارة الرئيس السيسي للرياض ولقائه العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز. هذا وقد أعلن وزير التجارة والصناعة طارق قابيل عقد اجتماع اللجنة التجارية المصرية السعودية المشتركة على مستوى الخبراء بالرياض منتصف شهر مايو المقبل. وفي العرض المعلومات التالي توضيح لعمل هذه اللجنة وأهم الموضوعات التي ستناقشها.
أنهت محافظة الإسماعيلية استعداداتها لاستضافة المؤتمر الوطني الدوري للشباب بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يعقد بالتزامن مع فعاليات الاحتفال بعيد تحرير سيناء. وأكد محافظ الإسماعيلية لواء ياسين طاهر رفع درجة الاستعداد خلال فترة المؤتمر الذي يستمر حتى 27 من الشهر الجاري. يناقش هذا المؤتمر الذي يشارك فيه 1200 شاب وشابة من مختلف الفئات العمرية عددا من الموضوعات الجماهيرية، من بينها مواجهة ارتفاع أسعار السلع والمسؤولية المشتركة بين الدولة والمجتمع والمواطن، وجهود الدولة لرعاية المواطن صحيا واجتماعيا، وآفاق التنمية المستدامة في قطاعي البترول والكهرباء. وفي سياق متصل، أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش أن انعقاد مؤتمر الشباب في مدينة الإسماعيلية شرف ودلالة على أهمية المنطقة، وأضاف أن من المهم أن يرى الشباب المشروعات التنموية التي تقام هنا مثلما كانت الحروب هنا. إن شاء الله مشروع تنموية قناة السويس يلقى رواج ويطلع بمصر من الناحية الاقتصادية إلى آفاق واسعة، وزي ما قلت لحضرتك الموقع بتاعنا عبقري، مش موقع يجمع بين البحرين البحر الأحمر، يقسم قارتين، قارة أفريقيا وقارة آسيا، وفي مرور يومي حوالي 50 سفينة 50 60 سفينة، لازم نستغل الموقع ده، إحنا قعدنا مدة كبيرة وما بنستغلش الموقع ده. مشاهدي الكرام، للمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف من الإسماعيلية مراسلة أون لايف أسماء خليل. أسماء، ما هي أجواء الإسماعيلية استعدادا لهذا المؤتمر، مؤتمر الشباب الذي يبدأ غدا؟ بعد مساء الخير يا أستاذ سيد. يمكن محافظة الإسماعيلية أنهت جميع استعداداتها لانعقاد مؤتمر الشباب الثالث تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي المقرر إقامته على أرض الإسماعيلية، وبالتحديد في إحدى الفنادق المطلة على بحيرة التمساح والمطلة على قناة السويس. يمكن اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية في تصريحاته أكد أن المحافظة بكامل أجهزتها انتهت من الاستعدادات الكاملة لاستقبال هذا الحدث، وكان هناك يمكن من دقائق بسيطة جولات متعددة للواء ناصر العاصي قائد الجيش الثاني الميداني ومساعدين وزير الداخلية، واللواء ياسين طاهر والدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس لتفقد جميع الاستعدادات لهذا المؤتمر بحضور 1400 شاب وفتاة. يمكن عن تفاصيل برنامج المؤتمر أو برنامج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظة الإسماعيلية، هكون في اليوم الأول يصل الرئيس عبد الفتاح السيسي شرق قناة السويس بصحبة عدد من الشباب والفتيات من جامعات مصر المختلفة، وبالتحديد عدد أكبر من جامعة قناة السويس، هيكونوا في مظاهرة بحرية أو جولة بحرية في المجرى الملاحي لقناة السويس الجديدة من خلال استقلال القاطرات التابعة لهيئة قناة السويس التي تزينت من أول أمس لهذا الحدث. ثم يتجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المقر المقرر في انعقاد المؤتمر لبدء حفل افتتاح المؤتمر بحضور كورال الأطفال وأيضا الأوبرا المصرية، وثم تنعقد بعد ذلك الجلسات الافتتاحية للمؤتمر. في اليوم الثاني يصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة من الشباب وفتيات أيضا من الجامعات إلى زيارة تفقدية لمشروع مدينة الإسماعيلية الجديدة للوقوف على أعمال التشطيبات والأعمال التي تمت حتى الآن في هذا المشروع، ثم يعود مرة أخرى للجلسات المنعقدة في المؤتمر حتى 9 مساء. وفي اليوم الثالث وهو الأخير يصطحب الرئيس أيضا مجموعة من الشباب والفتيات إلى مشروع أنفاق الإسماعيلية الجديدة اللي بيعبر أسفل قناتي السويس الجديدة والقديمة، ويتابع معهم آخر ما تم من أعمال داخل المشروع. وأيضا كان الهدف من الزيارة لهذه المشروعات هو أن الهدف الرئيسي للرئيس عبد الفتاح السيسي هو التطلع على بعض المشروعات المتعددة اللي بتقام على أرض الإسماعيلية وشرق قناة السويس، و بينتهي المؤتمر في هذا بعد هذه الفعاليات المختلفة بنهاية زيارته لمشروع الأنفاق، ثم يعود مرة أخرى إلى الجلسات الأخيرة وصدور التوصيات المقرر إعلان. نعم الجلسة المقرر إعلان التوصيات. شكرا جزيلا مراسلة تون لايف من الإسماعيلية أسماء خليل. ربما أيضا اختيار يوم تحرير سيناء هو اختيار له مغزى لمؤتمر الشباب.
بدأ خروج دفعة جديدة من المسلحين وبعض أفراد عائلاتهم من حي الوعر في محافظة حمص وسط سوريا باتجاه ريف حلب الشمالي الشرقي. تعد هذه الدفعة السادسة التي تخرج من الحي بموجب اتفاق المصالحة الذي تم التوصل إليه في 13 من الشهر الماضي، ويقضي الاتفاق بتسوية أوضاع المسلحين في الحي وخروج الرافضين للتسوية مع بعض عائلاتهم خلال 8 أسابيع من أجل إنهاء جميع المظاهر المسلحة في الحي. ومن جهته تمكن الجيش السوري من التقدم غرب البلاد بالقرب من مدينة حماة لتضيف بذلك إلى المكاسب الاستراتيجية التي قدمتها في المنطقة في الآونة الأخيرة. وقد أوضح مصدر عسكري أن القوات الحكومية سيطرت على بلدة حلفاية والقرى القريبة منها لتسترد بذلك أراضي استولت عليها المعارضة العام الماضي. وفي غضون ذلك أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن طائرات حربية قصفت حلفاية ومساحات من الأراضي القريبة من الطريق في منطقة شديدة الأهمية للقوات الحكومية السورية. نفى سيرجي ريباكوفا نائب وزير الخارجية الروسية أن تكون روسيا قد دعت لإلغاء آلية التحقيق في الهجمات الكيميائية بسوريا، موضحا أن الحديث يدور فقط عن ضرورة تصحيح طريقة العمل. وأوضح ريباكوف أن موسكو تريد من آلية التحقيق المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة أن تعمل بشكل صحيح، وأن يتوجه فريق خبراء معنيين إلى سوريا في أقرب وقت. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش السوري مستعد لوقف عمليات قواته في خان شيخون للسماح بوصول الخبراء إلى هناك. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور محمد فراج أبو النور، المحلل السياسي المتخصص في الشأن الروسي. بداية مرحبا بك يا دكتور محمد، يعني أين تكمن المشكلة طالما النظام السوري وافق على إجراء تحقيق في المناطق يعني مثل خان شيخون وقاعدة الشعيرات، ولكن يعني شرط أن يكون هناك تحقيق دولي محايد ونزيه؟ أولا أهلا بك ومشاهديك يا ستي. المشكلة تكمن في الولايات المتحدة الأمريكية وفي حلفاء الغربيين. المشكلة أنه منذ اليوم الأول لوقوع حادثة خان شيخون في 4 إبريل الجاري، الولايات المتحدة الأمريكية ومعها بريطانيا وفرنسا تقدموا على الفور بمشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بيطالب بإدانة النظام السوري باستخدام هذه الأسلحة، بإدانة النظام السوري باستخدام الأسلحة النووية، وبيطالب بوضع سوريا في حالة استباحة كاملة في حقيقة الأمر بدعوى التحقيق في هذا في هذه القضية، بمعنى أنه إتاحة الوصول لجميع المواقع في سوريا، لجميع المطارات، لجميع الضباط الذين يمكن أن يكون لهم علاقة أو ترى لجنة تحقيق دولية يجري تشكيلها بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها أنهم يمكن أن يكونوا متورطين في هذه القضية. الأمر كان واضحا تماما. الجانب الروسي أعلن أنه يطالب بتحقيق دولي شفاف نزيه في الحالتين، في الموقعين المرتبطين بالحدث وفق المزاعم الأمريكية. بمعنى أمريكا زعمت أنه ما حدث في خان شيخون تم بواسطة طيارة انطلقت من مطار الشعيرات أو قاعدة الشعيرات الجوية، وبالتالي إذا أنت بتسند، وبناء على ذلك حتى دون انتظار نتيجة التصويت ولا المناقشة في مجلس الأمن، الولايات المتحدة الأمريكية قصفت قاعدة الشعيرات قصفا مركزا ب 59 صاروخ توماهوك. بناء على ذلك إذا أنت بتتهم سوريا بأنها ضربت انطلاقا من قاعدة الشعيرات، اتفضل حقق في قاعدة الشعيرات، فتش في قاعدة الشعيرات، وفتش في خان شيخون على الأدلة التي ترتبط بهذا الموضوع. الولايات المتحدة رفضت هذا وأصرت على شروط تشبه ما حدث في العراق بالضبط أيام البحث عن أسلحة الدمار الشامل. طبعا هذا الكلام غير منطقي وغير مقبول في حقيقة الأمر. يعني سوريا كمان أيضا أعلنت استعدادها التام لتوفير كل الشروط في قاعدة الشعيرات، لأنه خان شيخون ما كانش نعم بتاع. يعني النظام السوري أعلن أنه سيضمن أمن الخبراء الدوليين الذين سيقومون بتحقيق في هذه الحادثة. إطلاق النار في منطقة خان شيخون التي يتقدم نحوها الآن، وقتها لم يكن النظام السوري له سيطرة عسكرية في هذه المنطقة. نعم، هل أعلن النظام السوري أيضا أنه سيتم وقف لأعمال القتال في هذه المناطق حتى يتسنى للخبراء الدوليين للتحقيق في هذه المناطق؟ أعلن ذلك، وأعلن أنه مستعد لتوفير جميع الشروط لتسهيل عمل أي لجنة تحقيق دولية تصل للتحقيق في خان شيخون أو مطار الشعيرات. وبالمناسبة أحب أقول لحضرتك أنه اتقدم اقتراح للمنظمة الدولية لحظر الأسلحة النووية بتاريخ 20/4، يعني منذ 4 أيام، من جانب روسيا وإيران
يدعو المنظمة لإرسال وفد دولي أو باعث تحقيق دولية للتحقيق في خان شيخون والشعيرات ورفض هذا. نعم يعني كان هناك مشروع أمريكي بريطاني فرنسي في مجلس الأمن طرح، ولكن يعني روسيا استخدمت حق الفيتو على هذا المشروع شريطة أن يكون هناك تحقيق دولي ونزيه. إذن كيف سيرد النظام أو يعني روسيا كيف سترد على مطالبات أمريكا وهذا حالة الشد والجذب التي تحدث بين الجانبين، الجانب الأمريكي والجانب الروسي؟ المطالبات الأمريكية باستباحة سوريا بدعوى أن النظام السوري هو الذي قصف خان شيخون هي مطالبات غير معقولة ومنافية للقانون الدولي. نحن نتذكر ما حدث في العراق في مثل هذه الظروف، ونتذكر الأكاذيب التي تم توجيهها بشأن العراق، ثم اعترف كولين باول بنفسه لأنه هو الذي رفق هذه الاتهامات. هذه الوقائع معروفة ونحن لا نزال أحياء شهود يعني على هذه المسائل. المسألة استباحة سوريا بالكامل تحت دعوة أنها هي التي ضربت. نعم في وضحت رؤية دكتور محمد فراج أبو النور المحلل السياسي المتخصص في الشأن الروسي. وعلى صعيد آخر، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إنه لا حل في سوريا سوى الحل السلمي، كما أكد أن الحل يجب أن يشمل روسيا لأنها دولة فاعلة في القضية. معظمنا يريد حلا سلميا للأزمة السورية، لا حل عسكريا لهذه الأزمة، لا بد من حل سلمي. روسيا موجودة وكلنا أعتقد نعي أن لا حل من دون روسيا، ولا بد من الحوار مع روسيا من أجل التوصل إلى هذا الحل. فروسيا موجودة في الصراع. قتل اثنان وأصيب أربعة من مقاتلي العشائر في العراق جراء تفجير عبوات ناسفة أعقبتها اشتباكات مسلحة مع تنظيم داعش الإرهابي. ووقع الهجوم مساء أمس في منطقة الكيلو 25 إلى الغرب من مدينة رطبة. كان 10 جنود قتلوا في كمين نصبه مسلحون ينتمون لتنظيم داعش في مدينة الحبانية بمحافظة الأنبار غربي العراق. بدأ العراقيون الذين فروا من معارك عملية تحرير الموصل في الجانب الغربي من العراق بدأوا في العودة إلى منازلهم التي وجدوها أنقاذا، إلى أنهم يحلمون بعودة الخدمات تدريجيا والحياة بصفة عامة. بعد أن بدأت نار الحرب الدائرة هناك تخف نوعا ما، خاصة بعد نجاح عملية تحرير الموصل في الجانب الغربي من العراق، عادت أعداد كبيرة من الأسر النازحة إلى ديارهم مرة أخرى، بينما اكتظ الطريق الرئيسي الذي يربط بين بغداد والموصل بالنازحين العائدين. مئات العراقيين كانوا قد فروا من القتال العنيف، ولم تعبأ الأسر بدوي قذائف المورتار والمدفعية والرشاشات، إذ كان الجيش العراقي يواصل تطهير المدينة من داعش على بعد نحو كيلومترين. اللقطات تظهر سير الرجال عدة كيلومترات إلى نقطة تفتيش تابعة للحكومة وخضوعهم لعملية تفتيش أمني. أما النساء والأطفال فركبوا حافلات وأرسلوا إلى مخيمات تستضيف مئات الآلاف، بعضهم نزحوا منذ بدء الحملة لاستعادة معقل داعش في أكتوبر الماضي. والله نزحنا من الظلم، الجوع والهلاك، خلونا زروع بشرية على الرصاص والقصف، الباحة وقع علينا ضربونا جذبنا الجرحنا أخبارنا تجرحت. مشهد العودة مختلف بالنسبة للأهالي، إذ تحولت المنازل إلى أنقاض إما بسبب الضربات الجوية أو تفجيرات الإرهابيين. العائدون يحلمون بعودة الخدمات والمياه والكهرباء وأيضا التجارة والبيع. والله نطالب أول شيء الحكومة توفر الخدمات، وثانيا الناس تعبت بالعربين تمشي السيارات هسع مناطقنا كلها مأمنة، بس تمشينا السيارات ما نطلب وسائل. ومع إحراز القوات العراقية تقدما في مواجهة التنظيم الإرهابي في منطقة هي أشبه بحرب عصابات، لا يزال مئات الآلاف من المدنيين محاصرين في غرب الموصل. وتقول مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إنه حتى 20 أبريل الجاري بلغ عدد النازحين من الموصل أكثر من 500,000، عاد منهم 91,000 فقط. قتل 5 من مسلحي تنظيم القاعدة في هجوم لطائرة أمريكية بدون طيار على مدينة شبوة جنوبي اليمن. وأوضح مصدر أمني يمني أن صاروخا استهدف سيارة تقل 5 من مسلحي القاعدة في بلدة السعيد في شبوة، ما أسفر عن مقتلهم جميعا، إضافة إلى مقتل 3 مدنيين هرعوا إلى السيارة المستهدفة في إطلاق صاروخ ثان. اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي فلسطينية بزعم محاولة طعن حارسة إسرائيلية عند معبر قلنديا شمال القدس المحتلة. هذا وقد ساد توتر نسبي على الحاجز العسكري الذي يربط بين القدس ورام الله، كما أغلقته قوات الاحتلال لفترة وجيزة وعززت انتشارها.
قالت اللجنة الإعلامية للإضراب الذي ينفذه الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي إن تدهورا وصفته بالخطير ترأى على الحالة الصحية للقيادي مروان البرغوثي. وأشارت اللجنة إلى أن البرغوثي المضرب عن الطعام مع 1500 أسير آخرين رفض تلقي العلاج. كانت مصلحة السجون الإسرائيلية قد عزلت عدد من قادة الأسرى بينهم البرغوثي منذ بدء الإضراب قبل نحو أسبوع، كما منعت المحامين من لقاء الأسرى الفلسطينيين عقابا على إضرابهم. أعلنت مصادر ليبية تشكيل لجنة للحوار السياسي تتقيد بثوابت الحوار السياسي المنصوص عليها بقرار مجلس النواب رقم 4 لسنة 2007، ويرأس اللجنة النائب عبد السلام نصية، فيما يبلغ عدد أعضائها 23 بينهم زياد غيم وعيسى العريبي ومصباح وحيدة وسلطنة عبد الرحيم. بالمجان تعرض وزارة الثقافة والأعلام في ليبيا الكتب أمام الجمهور لمدة 3 أيام طيلة فترة احتفال باليوم العالمي للكتاب. في بادرة لنشر ثقافة وأهمية القراءة، افتتحت وزارة الإعلام والثقافة الليبية مخازن الكتب ببنغازي للجمهور بالمجان بمناسبة اليوم العالمي للكتاب، بمبادرة من مكتب الإعلام والثقافة بنغازي بفتح جزء من مخازن الكتاب لتوزع مجانا على المواطنين. هذا الجزء والذي يعتبر فائض من المخزون الكتاب نحتاج إلى إعادة ضخ الدماء لثقافة القراءة، خصوصا بعد هذا العزوف الكبير الذي يشهده قراءة الكتاب، خصوصا بعد ثورة الاتصالات ودخول وسائل التواصل الاجتماعي. مبادرة تستمر 3 أيام بالتزامن مع احتفالات وزارة الإعلام والثقافة باليوم العالمي للكتاب. في اليوم حاولنا فتح مخازن الثقافة والمجتمع المدني، مخازن الكتاب بمدينة بنغازي، احتفاء باليوم العالمي للكتاب لكي نقول أننا نقرأ ولكي نشجع على القراءة وعلى الاطلاع. فكرة افتتاح المخازن جاء بعد جهد في إنقاذ هذه الكتب من التلف. هذه الكتب كانت موجودة في مخازن في منطقة اسمها النواجية، في مخازن قابلة للتلف. المرحلة الأولى كانت عبارة عن أن احنا جبنا هذه الكتب أو أتينا بهذه الكتب من مخازن النواجية ثم فرزناها في هذه المخازن، هي مخازن الكتاب ثقافة. وزعنا الكتب في مبادرة على بعض الجامعات والكليات. إقبال المواطنين على المعرض واصطحاب أبنائهم وزويهم دليل على أن بنغازي تحارب الإرهاب بالثقافة بجانب الجيش. النشرة ما زالت متواصلة معكم مشاهدي الكرام، نحن في انتظاركم. أهلا بكم من جديد، نواصل جولتنا. بفارق متقارب أظهرت أرقام وزارة الداخلية الفرنسية تقدم مرشح الوسط إيمانويل ماكرون على مرشحة اليمين المتطرف ماريان لوبان في الانتخابات الفرنسية، ليتصدر المرشحان من بين 11 مرشحا للجولة الأولى على أن يخوضا جولة الإعادة مطلع مايو المقبل. بفارق متقارب لا يتجاوز 2% تصدر مرشح الوسط إيمانويل ماكرون الدورة الأولى للانتخابات الفرنسية على مرشحة اليمين المتطرف مارين لو بان، ليخوض الاثنين من بين 11 مرشحا تنافسوا في الجولة الأولى جولة الإعادة مطلع مايو المقبل. تقارب الأرقام بين المتنافسين أشعل جولة الإعادة قبل بدئها رسمية، ولم تترك استطلاعات الرأي الفرصة للتكهنات، إذ أظهر استطلاعان أجرتهما مؤسسة هاريس انتراكتيف وإبسس أن مرشح الوسط إيمانويل ماكرون هو الأقرب للفوز بالجولة الثانية بنسبة تتراوح بين 62% إلى 64%. هذا الشعور العميق القديم الذي يحمله شعبنا دائما بروح جماعية بعيدا عن الانقسامات، هذا الشعور هو الذي انتصر اليوم. لن أنسى أبدا الرغبة الشديدة والقوة الكبيرة والطاقة التي حملها الآلاف منكم للوصول إلى هذه اللحظة منذ سنة من الزمان، وفي جميع الأراضي الفرنسية شاركتم في هذا المصير الوطني. النتيجة تاريخية، إنها تضع على عاتقي مسؤولية كبيرة للدفاع عن الأمة الفرنسية، عن وحدتها وثقافتها وأمنها ورخائها واستقلالها. المؤشرات الأولية تشير إلى صعوبة جولة الإعادة بالنسبة لمرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، إذ طالب رئيس الحكومة الفرنسية ووزير الخارجية جموع الفرنسيين بالتصويت على اختيار ماكرون، وهو نفس ما ذهب إليه بعض المرشحين الخاسرين في الجولة الأولى. لابد لنا من اختيار الأفضل لبلادنا، أنا لا أقوم بذلك بطيب خاطر، إلا أن الامتناع ليس من شيمي، خصوصا عندما يقترب حزب متطرف من السلطة.
لأن التطرف لا يمكن إلا أن يحمل الشؤم والفرقة إلى فرنسا. لا يوجد خيار بديل عن التصويت ضد اليمين المتطرف، وأنا سأقترع لصالح إيمانويل ماكرون. جولة حاسمة في 7 مايو المقبل تحدد ساكن الإليزي الجديد الذي سيواجه عددا من التحديات، أبرزها علاقة فرنسا بالاتحاد الأوروبي وملف الهجرة والبطالة. شنت مرشحة اليمين المتطرف للانتخابات الرئاسية الفرنسية ماري لوبان هجوما لاذعا على منافسها المرشح المستقل إيمانويل ماكرون، وصفت إياه بالضعيف في مواجهة الإرهاب. وقالت لوبان خلال مؤتمر صحفي أن ماكرون لا يملك أي مشروع لحماية الشعب الفرنسي من التطرف، مضيفة أن الجولة الثانية مع ماكرون ستكون استفتاء على العولمة المنفلتة للإرهاب. ومن جانبه دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند دعا الفرنسيين إلى انتخاب المرشح إيمانويل ماكرون في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 7 مايو المقبل، محذرا خلال كلمة وجهها اليوم إلى الشعب الفرنسي من فوز مرشحة اليمين المتطرف ماري لوبان. أدعو الفرنسيين إلى انتخاب المرشح إيمانويل ماكرون في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة المقرر في 7 مايو المقبل. سأنتخب ماكرون لأنه يمثل من يدافعون عن الحرية ومبادئ الجمهورية، ولا أنسى أن أوجه شكري إلى الشعب الفرنسي على المشاركة في الانتخابات، متمنيا أن يتخذوا توجها أكثر حيطة وحذرا حتى لا نفاجأ بفوز اليمين المتطرف برئاسة، لأنه يهدد مبادئ الجمهورية وسيؤثر سلبا على الصناعة والاقتصاد. مشاهدي الكرام، لمزيد من التفاصيل معنا من باريس السيد خالد سعد زغلول المحلل السياسي. استاذ خالد، هل من المقبول في اعراف في الانتخابات الرئاسية ان يدعو الرئيس الحالي الذي ستنتهي ولايته خلال اسابيع الى تمييز مرشح ودعوة الشعب الى ان يؤيد مرشحا ضد اخر؟ لا طبعا، دي حاجة خارج العرف التقليدي. المفروض الرئيس الفرنسي ايا كان لونه او انتمائه الحزبي يكون على الحياد ويكون ما يرجحش كفه على حساب كفه، ولكن هو شاف خطر غير عادي. اتدخل مرتين على فكره قبل الانتخابات، قبل لما كانوا في 11 قبل الدور الاول، تدخل قبلها بشهرين كده وقال لي يا الشعب الفرنسي ادعو لكم ان تنتخبوا اي مرشح ما عدا اليمين المتطرف، لان دي كارثه بالنسبه لاوروبا وكارثه بالنسبه لفرنسا وكارثه بالنسبه للاقتصاد الفرنسي. دلوقتي بقى لما شاف الخطر ان ماري لوبان طلعت للدور الثاني، ودي حاجه كانت متوقعه لدى الخبراء الفرنسيين بقوه خصوصا بعد ارتفاع الاحداث الارهابيه في فرنسا. هنا تدخل من قطر ليزيه، بالعكس ده مش بس كده، ده كمان دعم زي ما حضرتك قلت في التقرير، دعم مانويل ماكرون وقال انا هدي صوتي له، رغم ان هو كان يعني بيسموه الابن الضال، لان هو اللي جابه من خارج المنظومه الاشتراكيه وفرضوا. اولا كان مستشار قصر ليزيه، لكن لما شاف نبوغه الغير عادي في الاقتصاد عينه وزير اقتصاد ووزير ماليه، وكان المع وزراء فرنسا يعني في الحكومه الاشتراكيه، وبالتالي هو حقق مكتسبات غير عاديه شعبيه، وكمان شاف انه يقدر يعني يتفوق عن منصب الوزير، وبالتالي انشق عن الرئيس هولاند وعمل الحزب بتاعه. والغريب بقى انه كان ذكي جدا طبعا، راح عمل من وسط. ليه؟ لان استقطب افضل قوى اليمين واليسار مع بعض، وده اللي ضيع فرانسوا فيون، وضيع كمان الحزب الاشتراكي اللي هو ممثل الرئيس شراك الرئيس هولاند نفسه بنوا امون، خد 6.5% لان كتير جدا راحوا لماكرون. نفس الشيء بالنسبه لحزب فيون، الحزب الجمهوري اليميني التقليدي اللي هو الديجولي اصلا، وكل الاحزاب الكبيره زي ما انا قلت قبل كده تقريبا عمرها 200 سنه كلها خارج المشهد السياسي الموجود، بس الاحزاب الكبيره والصغيره كمان، وخصوصا حزب ماكرون اللي بقاله تقريبا 1.5 سنة. فدلوقتي دي خارج العرف انه الرئيس دخل، لان شاف بالفعل في خطر. ولكن فرنسا على فكره اوروبا فرحانه، والمانيا لسه معنا الرئيس وزير خارجيه المانيا انه فرحان ان ماكرون يعني متفوق بنسبه ضئيله في جوله الاعاده. استاذ خالد، اسمح لي بنقطه اخيره تعليقا على ما صرح به المتحدث باسم الكرملين بان موسكو تحترم خيار الشعب الفرنسي في الجوله الاولى.
بتداعيات أن هناك تدخلا ربما يكون قد حدث في هذه الانتخابات. هل هناك رد فعل لهذه التصريحات، تصريحات المتحدث باسم الكرملين؟ لا، ما فيش تصريحات، لك الفرنسيين كانوا مستعدين، لان كان تعرفين الكرملين عمل لعب دور خفيف في الانتخابات يعني الامريكيه، وهو اللي جاب دونالد ترامب اللي هو كان في اخر المرشحين حتى خارج التوقعات كلها، عشان هو في اخر لحظه رجح كفه واثار. نعم، اذا كان سؤالي فقط هل هناك رد فعل لتصريح متحدث باسم الكرملين ام لا. شكرا استاذ خالد سعد زغلول الكاتب الصحفي، كان معنا من باريس معلقا على نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية. أصيب 6 من أفراد الشرطة الفرنسية و3 محتجين خلال مظاهرات دعت إليها حركات مناهضة للفاشية ورأسمالية بباريس اعتراضا على فوز إيمانويل ماكرون وماري لوبان في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. وقال بيان للشرطة إنها أوقفت أكثر من 140 شخصا واحتجزت نحو 30 آخرين للتحقيق معهم على خلفية أعمال العنف التي شهدتها المظاهرات. وألقى محتجون ملثمون يرتدون ملابس سوداء مئات المقذوفات على الشرطة، بينها زجاجات وألعاب نارية، وهو ما أدى إلى احتراق عدد من السيارات وتدمير وجهات بعض المتاجر. وعلى صعيد آخر، أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن موسكو تحترم خيار الشعب الفرنسي في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة، كما أكد سعي موسكو إلى تطوير علاقات جيدة مع فرنسا. قال بيسكوف تعليقا على نتائج الجولة الأولى من الانتخابات إن بلاده تطمح إلى تطوير علاقتها مع أي قيادة مقبلة لفرنسا. أبا وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت الأسبوع الماضي أن موسكو لا تؤيد أي من المرشحين في الانتخابات الفرنسية، وأنها ستتعاون مع أي قيادة جديدة ستفرزها تلك الانتخابات. انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفها بعدوانية كوريا الشمالية المستمرة فيما يتعلق بالدفاع عن برنامجها النووي. أوضح ترامب خلال اتصال هاتفي مع النظير الصيني شي جين بينغ أن تصرفات بيونغ يانغ تزعزع الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية. وأشار البيت الأبيض إلى أن الرئيسين اتفقا على خطورة برامج كوريا الشمالية الصاروخية والنووية، وأكد التزامهما بتنسيق الجهود في سبيل نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية. ومن جانبه اتفق رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أهمية الإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة بشأن كوريا الشمالية. وفي تصريحات للصحفيين بعد محادثة هاتفية مع ترامب، أعرب أبي عن تقديره لموقف الرئيس الأمريكي وإظهاره أن جميع الخيارات متاحة عند التعامل مع كوريا الشمالية. قالت كوريا الجنوبية إنها تجري محادثات مع الولايات المتحدة لإجراء مناورات مشتركة مع المجموعة القتالية لحاملة الطائرات الأمريكية كارل فانسون مع اقترابها من مياه شبه الجزيرة الكورية. وانضمت مدمرتان يابانيتان أمس إلى مجموعة حاملة الطائرات غرب المحيط الهادئ، وهو ما دفع كوريا الشمالية إلى التهديد بإغراق حاملة الطائرات الأمريكية التي تعمل بالطاقة النووية بضربة واحدة. انتقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سياسة الاتحاد الأوروبي إزاء موسكو وتوقيع العقوبات عليها نتيجة أزمة شبه جزيرة القرم. وقد جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني. ولكننا سنبقى ليس شركاء مع الاتحاد الأوروبي، ولكن حتى لا أعرف كيف يمكن تسمية هذه الكلمة، هذه العلاقة. في القوانين الروسية إننا نؤكد على الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، وفي الوثيقة الجديدة للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي التي قبلوا في العام الماضي مثلنا أيضا، لم نجد كلمة شراكة، ولكنها كانت موجودة في السابق لدى الاتحاد الأوروبي. الشراكة مع روسيا مكتوب أن تطوير العلاقات مع روسيا تشكل بالنسبة للاتحاد الأوروبي تحديا. أنا أحاول بحث هذه المسألة الآن، لأن خط بروكسل أنه بشأن العلاقات الثنائية هناك تجميد العلاقات ليعاقب روسيا على أن الشعب القرم قام بخياره الحر، وفي نفس الوقت يحاولنا العمل معنا لحل المشكلات الدولية. من جهتها استبعدت ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني أن تكون العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مشيرة إلى أن السبب في تدني مستوى العلاقات هو الخلاف حول مسألة شبه جزيرة القرم.
من غير الواقعي أن نعتبر بعضنا حاليا شركاء استراتيجيين ونحافظ مع ذلك على العقوبات، فليس هذه الطريقة طريقة الشراكة الحقيقية. فيجب ألا نقول حول أن لم يتغير شيء منذ سنة 2014. عقوباتنا ليست هدفا بحد ذاتها، وبلدان الاتحاد الأوروبي تعتبر معا أن هذه السياسة موجهة نحو إيقاف النزاع في شرق أوكرانيا وتأمين تنفيذ اتفاقات مينسك. جزئيا هذه العقوبات لها علاقة بضم القرم، ونحن نعتبر أن هذا خرق للقانون الدولي. دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى إجراء انتخابات محلية على مستوى رؤساء البلديات وحكام الأقاليم هذا العام، ولم تشمل تلك الدعوة الانتخابات الرئاسية التي يطالب بها المحتجون وزعماء المعارضة في البلاد. نعم للانتخابات. بهذه العبارة خرج الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو داعيا إلى إجراء انتخابات محلية في البلاد وليست انتخابات على المستوى الرئاسي كما يطالب الملايين من المعارضين هناك. مادورو في خطابه التلفزيوني الإسبوعي أبدأ تأييده إجراء انتخابات في وقت لاحق من هذا العام على مستوى رؤساء البلديات وحكام الأقاليم، مؤكدا على استمراره رئيسا للبلاد. علينا جميعا أن نحمي البلاد، لذلك أقول نعم للانتخابات المحلية الآن ونعم للحوار السياسي من أجل السلام. تصريحات مادورو تأتي بعد تظاهرات معارضة جابت أنحاء البلاد للمطالبة بتخليه عن السلطة بعد أن شهد الوضع الاقتصادي في البلاد تدهورا ملحوظا خلال الأعوام الأخيرة كما يرى المحتجون، ما أدى إلى نقص في المواد الأساسية الغذائية والطبية. وربما كان آخر تظاهرات المعارضة ضد الرئيس الفنزويلي تلك المسيرات الصامتة التي ارتدى خلالها المعارضون ملابس بيضاء تكريما لقتلى سقطوا من المتظاهرين خلال احتجاجات على استمرار مادورو في الحكم. أحداث تتصاعد يوما بعد يوم في فنزويلا، وخلال ذلك تؤكد الحكومة الفنزويلية أن إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد لن يكون هذا العام. أما عن مطالب المعارضين بتنحي الرئيس فليس لها محل من الإعراب. قال مسؤولون أفغان إن مسلحين يشتبه بأنهم من حركة طالبان هاجموا قاعدة تديرها القوات الأمريكية في إقليم خوسات شرقي البلاد تزامنا مع زيارة وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس لكابول. كان وزير الدفاع الأفغاني ورئيس هيئة الأركان قدما استقالتهما بعد هجوم نفذته طالبان وأوقع أكثر من 130 قتيلا في قاعدة عسكرية شمالي البلاد. ما زال الوضع الأمني في أفغانستان محفوفا بالمخاطر بعد أكثر من 15 عاما على الغزو الأمريكي الذي أطاح بحكومة حركة طالبان. ومع اقتراب الحرب الأمريكية في أفغانستان من نهاية عقدها الرابع، يحاول القادة الأمريكيان بسط نفوذهم في كابول والعودة بشكل دراماتيكي وكنوع من إبراز العضلات بحجة منع ولادة داعش جديد. وكان آخرها إلقاء الجيش الأمريكي لأكبر قنبلة تسمى بأم القنابل في أول استخدام لها أثناء المعارك، مستهدفا شبكة أنفاق تابعة لتنظيم داعش في أفغانستان. بعد أيام قليلة قتل عشرات الجنود الأفغان عندما هجم مسلحون من حركة طالبان يرتدون زي الجيش الأفغاني قاعدة عسكرية في مزار شريف شمالي البلاد. خبراء يرون أن تنظيم داعش المسمى بولاية خراسان في أفغانستان يشكل خطرا كبيرا على المنطقة، لكنه ليس بذلك الخطر كما هو عليه في سوريا والعراق. فقوة داعش أو خراسان ما زالت محدودة أو محصورة في ولاية نينجرهار شرقي البلاد. تلك الجماعات لم تجرؤ على شن هجوم واحد على القوات الأمريكية في أفغانستان، وإن ظلت هجماتها محصورة في استهداف القوات الأفغانية والقوات الباكستانية على الحدود.
أعلن البنتاغون الشهر الماضي أنه سينشر 300 عنصر من المارينز في إطار عملية حلف شمال الأطلسي، لتعود بذلك القوات الأمريكية للمرة الأولى إلى أفغانستان منذ انسحابها في 2014. ومع تسليط الضوء على الوضع الصعب في أفغانستان في دولة بلا مؤسسات أو جيش، يبقى السؤال: ما هي الاستراتيجية التي ستتبعها الإدارة الأمريكية الجديدة مع المهمة العسكرية الدائرة هناك؟ النشرة ما زالت متواصلة مع حضراتكم. مشاهدينا الكرام، نعود إليكم بعد قليل. أهلا بكم من جديد. نواصل جولة أونلاين. التقى وزير الخارجية سامح شكري رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، وأكد شكري اهتمام مصر الكبير بتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية مع اليونان. ومن جانبه أعلن رئيس الوزراء اليوناني التضامن بلاده الكامل مع مصر في حربها ضد الإرهاب، وأضاف أنه يتابع مشروعات التعاون الثنائية القائمة وكذلك آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص التي عقدت عدة مرات على المستوى الوزاري وكذلك على مستوى القمة. وجه رئيس الوزراء شريف إسماعيل بعقد جلسة عاجلة غدا بين وزارات المالية وقطاع الأعمال العام والقوى العاملة للانتهاء من قرار العلاوة الاجتماعية للعمال وسرعة إعلانها وإصدارها. جاء ذلك عقب اجتماع إسماعيل مع وزير القوى العاملة محمد صعفان، والذي عقد لمناقشة الاستعداد للاحتفال بعيد العمال وبحث المشكلات التي تواجههم. ومن جانبه قال وزير القوى العاملة محمد صعفان خلال مؤتمر صحفي أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل أوصى بعقد جلسة بين المالية وقطاع الأعمال ولجنة القوى العاملة في مجلس النواب واتحاد عمال مصر للانتهاء من كافة المتعلقات بقرار العلاوة الاجتماعية، لافتا إلى أن القرار ما زال تحت النقاش في مجلس النواب. النهاردة في أخبار جيدة، يمكن العلاوة الاجتماعية اللي الناس كانت طبعا وانتوا أكيد هتسألوا فيها، وجه دولة رئيس الوزراء انه بكره ان شاء الله وزاره الماليه مع قطاع الاعمال العام مع لجنه القوى العامله واتحاد عمال مصر يكون في جلسه لانهاء اي مشكلات متعلقه بيها، عشان ان شاء الله باذن الله يكون في اعلان بيها بكره باذن الله. قرار العلاوه ما زال تحت النقاش في مجلس النواب، ولجنه القوى العامله مارست الدور الدستوري بتاعها وناقشت كل المواد اللي موجودة في القرار، وبكرة جلسة فيما بين لجنة القوى العاملة واتحاد عمال مصر مع السادة وزراء المالية ووزراء القوى العاملة وزراء القطاع الأعمال العام للانتهاء من أي معلقات فيها. ده التوجيه اللي وجه به دولة رئيس الوزراء. وفي سياق متصل، صرح رئيس اتحاد العمال جبال المراغي أن مطالب القيادات العمالية من رئيس الوزراء جاءت لتطوير وتحديث المصانع والشركات، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء وجه بعقد اجتماعات دورية لحل المشاكل قبل تفاقمها. المطالب النهاردة للقيادات العمالية كلها بتطوير وتحديث المصانع والشركات على أن يكون هناك إنتاج، ولما يكون هناك إنتاج يكون هناك ارتفاع في الأجر. ايضا قرر والتزمت الحكومه وقال ان لابد ان يكون هناك لقاءات مستمره ما بين القطاعات وبين القيادات النقابيه مع الوزراء المعنيين في كل قطاع لحل المشاكل قبل تفاقمها. اكد دوله الرئيس الوزراء النهارده بان الدوله ملتزمه بالتطوير والتحديث وإعادة الصناعات ذات العمالة الكثيفة. قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقد بمعهد أمناء الشرطة بترا، قررت برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي اليوم إحالة 20 متهما لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، وذلك في قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة والمعروفة إعلاميا بمذبحة كرداسة. وبعد الاطلاع على المادة 381 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة إرسال الأوراق إلى فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لاستطلاع الرأي الشرعي، وحددت جلسة يوم الأحد الموافق 2/7/2017 للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين. رفعت الجلسة.
كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن تورط عدد من أصحاب الشركات الخاصة والاستشاريين في أعمال توريد واستلام مواسير غير مطابقة للمواصفات، وذلك بمشروع خط المياه الرئيس لمنطقة القاهرة الجديدة والمسندة خلال عام 2007. وأضافت التحريات أن ذلك ترتب عليه تحميل أضرار مادية بلغت حوالي 3 مليارات جنيه، إضافة إلى تعطيل الاستفادة من المشروع وتعريض حياة المواطنين للخطر. هذا وقد باشرت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها بعد عرض المتهمين عليها وأصدر قرارا بمنعهم من التصرف بأموالهم والسفر. يحتفل مركز تسجيل الآثار المصرية بمرور 61 عاما على إنشائه، وبهذه المناسبة نظم المركز المؤتمر السنوي بحضور وزير الآثار الدكتور خالد العلاني، حيث كرم الوزير خلال هذه الاحتفالية عددا من العاملين بالمركز تقديرا لجهودهم في حفظ تراث الحضارة المصرية. المركز ده عمره 61 سنة، مركز تسجيل الآثار المصرية، كان أنشئ أيام إنقاذ أثار النوبة، وده كان دوره الأساسي، وبعد كده توسع دوره عشان يسجل أثار مصر كلها. فده مؤتمر بيحصل كل سنة بنعزم فيه المتخصصين سواء من مصر أو من العالم اللي بيشاركوا معنا في أنشطة تسجيل الأثار، عشان نستعرض اللي حصل خلال سنة كاملة والتحديات. فالنهارده شايف النهاردة في مجموعة كبيرة من خبراء الأثار ومدير معهد الأثار الأجنبية، في من مصر وإيطاليا وألمانيا وفرنسا، بالإضافة لقيادات من جامعة القاهرة من كلية الأثار وقيادات من الوزارة. بنستعرض كلنا العمل، يمكن حتى الصور بتبين المشاريع اللي هم شغالين فيها. يمكن مثلا من أكبرهم دلوقتي معبد إسنا جنوب الأقصر، وفي كمان صان الحجر بيشتغلوا فيها. فده التسجيل أثار هو حاجة مهمة جدا، وأتمنى أن المركز دوره يتسع، مش مجرد يسجل أثار الثابتة زي المعابد والمقابر، ولكن الأثار المنقولة اللي موجودة في المخازن كمان، وده اللي بنحاول نشتغل عليه الفترة دي. تكريمات دي ناس كلها ساهمت في المركز على مدار سنوات منذ تأسيسه، بعضهم على قيد الحياة وبعضهم متوفي، ودي أقل حاجة بنعملها عشان بنشكر الناس على المجهود اللي عملوا يعني. افتتح وزير الزراعة والتموين ومحافظ بني سويف موسم حصاد القمح في المحافظة، ويبلغ إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح في بني سويف قرابة 122 ألف فدان بإنتاجية متوقعة تصل نحو 330 ألف طن. وقد أعدت المحافظة خطة لاستلام المحصول تضمنت عددا من المعايير والضوابط التي تساهم في تحسين منظومة التوريد، من أهمها البعد المكاني بين المزارع ومناطق التخزين. ونذهب لنتابع لقطات من موسم حصاد القمح ببني سويف بالكاميرا الدرون. وبهذه اللقطات حصاد القمح نصل إلى ختام جولة السادسة أونلايف. وقبل الختام إليكم تذكرة بالعناوين. السيسي يشارك غدا في المؤتمر الشهري الثالث للشباب الإسماعيلية. خروج الدفعة السادسة من المسلحين وعائلاتهم من حي الوعر السوري. فرانسوا أولاند يدعو الفرنسيين إلى انتخاب إيمانويل ماكرون في جولة الإعادة. ختام نشرة السادسة من أونلاين. تذكروا أننا متواصلون.